أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. خرق للهدنة في ساعاتها الأولى، استشهاد مدني في تعز وقصف يطال الأحياء السكنية. مقتل قائد المقاومة في محور دمت مريس بكمين مسلح في محافظة شبوة. المخلافي يكشف عن توقيع اتفاقات مع الحوثيين على قبول التحالف والرياض راعين للمبادرة وللتهدئة. استشهد مدني في اللحظات الأولى من بدء سريان الهدنة في قصف الميليشيا أحياء سكنية في تعز. وقالت مصادر طبية إن مرشد عبد اللطيف الكوري استشهد في حي البعرارة غربي المدينة بعد إصابته بشظية في صدره. في الحرب تكون تعز أول الضحايا، وفي السلم أو ما يعرف بالهدنة تكون أيضا أول الأهداف. هنا ضحايا الهجمات الجديدة التي طالت محيط السجن المركزي في الجهة الغربية من المدينة وحي زيد المشكي. 5 أطفال سقطوا جرحى بقذيفة واحدة ونقلوا إلى غرفة العناية المركزة بعد أن اخترقت الشظايا أجسادهم. تبقى تعز خارج هذه الحسابات، والدم يغطي وجوه الصغار قبل الكبار، وبكاؤهم يكاد يشق السماء. خلف القصف الذي رافق ساعات الهدنة الأولى شهيدين، واحد من المدنيين بشظايا القذائف وآخر من المقاومة سقط قنصاً في حي البعرارة. كعادتها لم تلتزم الميليشيا بهذه الهدنة الخامسة منذ اشتعلت الحرب في البلاد، خصوصا في تعز، وعلى الرغم من أن وزير الخارجية تحدث في وقت سابق على أن تعز هي المدخل الرئيسي لإنجاح الالتزام بوقف إطلاق النار أو هي بداية الطريق للتفاوض المرتقب في الكويت، لكن تبقى تعز ساحة قوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي المثالية لارتكاب الجرائم في أي وقت وتحت أي مبرر. وفي السياق ذاته قال الراصدون إن الميليشيا خرقت قرار وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من سريانه. وأضاف الراصدون أن الميليشيا المتمركزة في المكلكل والسلال وسفتل والقصر الجمهوري شرقي المدينة قصفت أحياء الديم وثعبات والكمب والدعوة والزهراء والروضة وكلابة. ساعة واحدة فقط هو عمر الهدنة المخترقة من قبل الميليشيات الإنقلابية هنا في تعز، فبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 12 بعد منتصف الليل، قصفت ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية أحياء متفرقة في المدينة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء. من بعد دخل الهدنة حيز التنفيذ، من الساعة 3 بدأ هجوم عنيف على الحارة مستخدمين الهاونات والكاتيوشا والمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، حتى الصباح وكان نتيجة سقوط قذيفة ما أدري بتحديد هاون وكاتيوشا أصيبت عدد من الأطفال بالحارة، منهم تقريبا 5 أو 6 أطفال. مرشد علي سالم ذا 50 عاما من عمره هو أول شهيد لاختراق الهدنة، فبعد أن دارت اشتباكات عنيفة في محيط معسكر الدفاع الجوي في الساعات الأولى منذ بدء سريان الهدنة، خرج مرشد كغيره من المواطنين يريد أن يتفقد الحي الذي يسكن فيه مع اشتداد المواجهات في المعسكر الذي يبعد عن منزله كيلومترات، وإذا برصاصة تسكن جسده ليسقط مغشيا عليه بجوار ابنه مراد الذي لم يجد من يقوم معه بإسعاف والده. اللي حصل بالضبط والله كان هنا خارج من البيت الساعة 12:30 يشوف الحرب، بدأ اشتباكات في الدفاع القوي من الساعة كذا 12:30 للساعة 1، خرج هو يشوف قال بشوف وين الاشتباكات، قلت يا والد ما اشتباكات الرصاصي، قال هنا اشتعوبات وأقاط طلقا من ورا الدفاع من جهة الحوثة، حاولت أننا ندعي أصحاب الحارة ما أحصلتوش أحد. اختراق الهدنة التي انتظرها الناس طويلا واستمرار المواجهات العنيفة في الجبهات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. وللوقوف على آخر المستجدات من تعز معنا من هناك مراسلنا حمزة أمين. حمزة أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية يعني أبرز المناطق التي تعرضت للقصف ومن قبل ميليشيا الحوثي التي خرقت الهدنة في ساعاتها الأولى. نعم بشير، المناطق التي تعرضت للقصف
مع إعلان وقف إطلاق النار، وتم القصف من قبل الميليشيات هي حي البعرارة ومحيط السجن المركزي. هذه الأحياء تعرضت للقصف بشكل عنيف، راح ضحيتها القصف شهيدين وعدد جرحى من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال. أيضا قامت الميليشيات بقصف أحياء التيم والتعبات والكمب والدعوة والزهراء من مواقع تمركزها في المكلكل والسلال وسفتيل شرق المدينة. وللحديث حول التطورات في الجبهات أخي بشير، دعني أتحدث أن الميليشيات قامت بقصف مقر اللواء 35 من مواقع تمركزها في جبل غراب وجبل الهان، وحاولت أن تستغل الهدنة التي من المقرر تنفيذها، وقامت بشن هجومها على المدينة من عدة محاور، حيث حاولت التقدم من منطقة الربيعي في الضباب، وأيضا حاولت التقدم في محتر الشعبي بعد أن شنت هجوما عنيفا. استطاع رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التصدي لهم. أيضا قامت الميليشيات بشن هجوم على منطقة تعبات في الجبهة الشرقية، إلى أنها لم تستطع التقدم بسبب تصدي رجال المقاومة الشعبية لهم. نعم. أيضا بشير، طيران التحالف العربي بدوره قام بالرد على تلك الاختراقات وشن غاراته على مواقع تمركز الميليشيات في جبهة السلال. متى كان القصف حمزة؟ نعم، القصف متى كان؟ قصف الميليشيات غارة طيران التحالف تقصد بشير؟ نعم، الغارات التي قامت بها قوات التحالف على مواقع الميليشيا التي قامت بخرق الهدنة متى؟ قامت في الساعة 3 فجرا بعد أن خرقت الهدنة ميليشيات الحوثي وصالح في من تبة السلال. هذه التبة هي أول المواقع التي شرعت في اختراق الهدنة. طيران التحالف بدوره قام بضرب مضاد الطيران الذي كان يقوم بقصف الأحياء السكنية في تبة السلال. نعم. وأيضا شن غارة على تبة الجعشنة في شرق المدينة. نعم. حمزة، فيما يخص يعني هل هناك حركات لرصد الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وخرقها للهدنة؟ نعم، الناشطون هنا في المدينة والمنظمات الحقوقية تقوم برصد الجرائم أولا بأول وتوثيق تلك الانتهاكات ورصدها. حسب ما وصلتنا إلى الآن المعلومات بأن الانتهاكات التي بلغت من قبل الميليشيات حتى هذه اللحظة تصل إلى 60 انتهاك أو 60 اختراق. نعم، حمزة أمين مراسلنا في تعز، شكرا لك. وقال المجلس العسكري في تعز إن الميليشيا خرقت الهدنة منذ اللحظة الأولى في كل الجبهات، حيث أعلن المجلس العسكري والمقاومة الشعبية في بيان لهما أن غرفة عملياتهم سجلت أكثر من 25 خرقا في الساعات الأولى لبدء الهدنة. وأضاف البيان أن الميليشيا قصفت مواقع الجيش الوطني في مقر لواء 35 مدرع غرب المدينة وفي حيفان جنوبها. وأكد البيان أنه رغم استمرار الخروقات الممنهجة إلا أن الجيش والمقاومة ملتزمان بوقف إطلاق النار والتمسك بحق الدفاع. تعيش مديرية الوازعية جنوب غرب تعز حالة من الهدوء الحذر المتزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، في حين يعاني المدنيون وضعا إنسانيا مترديا نتيجة ما ارتكبته الميليشيا بحقهم في ظل عدم وجود استجابة لنداءاتهم. التفاصيل في الأكثر في هذا التقرير. في مديرية الوازعية قصة أخرى لمقاومتها في الصمود والتصدي لميليشيا الحوثي التي تسعى للسيطرة على مناطقها جنوب غرب محافظة تعز. في هذه الجبال يترصد هؤلاء المقاتلون لكل التحركات الهادفة إلى السيطرة على مناطقهم التي تعرضت للقصف العنيف خلال الأيام الماضية. في ظل نقص السلاح لا تزال المقاومة الشعبية تؤكد صمودها في كل جبهات القتال ووقف تمدد الميليشيا إلى مناطقها في معركة غير متكافئة بسبب عدم إسنادها رغم دعوات عدة أطلقتها المقاومة لدعمها. ولكن نحن سنقف هنا للتصدي لهم ولن يمروا عبر هذه المعابر حتى آخر جثة من جثث هذه القبائل أو المقاومة. هنا نناشد قيادة المنطقة الرابعة و
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن يوفروا لنا مستشفى ميداني ويوفروا لنا سيارة إسعاف لنقل جرحانا إلى محافظة عدن لعلاجهم. وتواجه المقاومة الشعبية التضاريس الواعرة في هذه الجبال للوصول إلى قممها والتمركز ومنع أي تقدم لمجامع الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح. جبهة الخزم وذي عهدة والصبارة من الجبهات الأكثر عنفا في المواجهات، لكنها تشهد حالة من الهدوء بالتزامن مع وقف إطلاق النار، ومع هذا ما تزال مهددة بأي عمل عسكري قد تقدم عليه ميليشيا الحوثي. أما في الوضع الإنساني فللوازعية مأساة يتجرعها السكان الهاربون من الموت الذي تصدره لهم الميليشيا، فالهرب من جحيم الحرب قد يكون طريقة مجدية للتشبث بالحياة رغم قساوتها. لا معانا غاز، لا معانا ماخر، لا معانا حاجة، ولا معانا حطب الأوقت، لا معانا إلا الله واحد وحده. والله إنني خرجت أمشي رجل مسافة 24 ساعة مشيت، ما معي كل السيارة. ويسعى هؤلاء المدنيون للحصول على بعض المواد الأساسية لمواجهة ظروفهم المعيشية بفعل الحرب، وربما قد لا تكفي هذه المواد في ظل ما تمارسه الميليشيا بحقهم. ومعنا من تعز من جبهة الضباب مراسلنا فواز الحمادي. فواز أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف بدت الساعات الأولى لسريان الهدنة في جبهة الضباب والمصراخ؟ نعم، الساعات الأولى لبدء سريان الهدنة لم تختلف عن الساعات التي سبقتها، فقد خرقت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح الهدنة منذ دقائقها الأولى، فقد كثفت من قصفها على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في الجبهه الغربيه وفي تحديدا في منطقه الضباب بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهون، وقد سقط عدد من الجرحى. كذلك تعرض مقر اللواء 35 مدرع لقصف عنيف بقذائف الهون ومضاد الطيران. نعم. ومختلف انواع الاسلحه من مواقع تمركز الميليشيات في جبل هان وتبت الضنين وجوار مصنع الصمن والصابون. كيف تعامل؟ نعم فواز. نعم فياز، فواز كيف تعامل الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في جبهة الضباب والمصراخ مع هذه الخروقات؟ قوات الجيش الوطني وبحسب قائد جبهة الضباب العميد عبد الرحمن الشمساني قال نحن ملتزمون بالهدنة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما استمرت خروقات الميليشيات الانقلابية وأصبحت الخروقات منهجة، سنكون حينها مضطرين للرد على مصادر النيران والدفاع عن النفس وفقا لبنود اتفاق الهدنة. نعم، المعلومات لديك فواز فيما يخص ما يدور في الوازعية من النازحين، من القصف الذي تتعرض له الأحياء السكنية من قبل الميليشيا هناك، حدثنا في هذا الجانب. الجانب الإنساني في المنطقة الوازعية هو جانب كارثي، فالميليشيات هجرت أكثر من 30,000 مواطن من بيوتهم وتعرضت قراهم ومنازلهم لقصف بمختلف أنواع الأسلحة، وتعرضت بيوت كثيرة للنهب بحسب إفادات من أبناء مديرية الوازعية. كذلك اعتقلت الميليشيات يوم أمس قرابة 12 شخص من أبناء الوازعية بتهمة أنهم يساندون المقاومة الشعبية. كذلك الميليشيات أرسلت اليوم فجرا تعزيزات عسكرية من محافظة الحديدة كانت عبارة عن دبابة وعدد من الأطقم العسكرية وصلت إلى مديرية الوازعية صباح اليوم، أي بعد بدء سريان الهدنة التي أعلن عنها يوم أمس. شكرا مراسلنا من جبهة الضباب في تعز فواز الحمادي. أفاد مراسل قناة بلقيس بمقتل قائد المقاومة الشعبية في محور مريس دمت جبن العقيد نصر الربية وعدد من مرافقيه في كمين مسلح بمحافظة شبوة،
وقال مراسلنا أن الربية قتل إلى جوار عدد من مرافقيه في الكمين المسلح أثناء توجههم إلى محافظة مأرب. وكان العقيد الربية قد قاد عملية تحرير معسكر الصدرين بمريس التابع للواء 33 مدرع في 8 أغسطس الماضي. يعني وجهنا بعد توجيهات من قائد المعسكر بتوقيفهم في النقيل، لأنه يعني لا يمكن السماح للتحرك في. ومعنا مراسلنا في الضالع محمد المريسي. محمد، ما هي تفاصيل حادثة مقتل قائد المقاومة الشعبية في محور مريس دمت والعديد من مرافقيه؟ نعم، مرحبا بشير. تفاجأ أبناء هذه المنطقة في ظهر اليوم مقتل قائد المقاومة الشعبية العقيد نصر صالح الربية وأيضا الشيخ علي مسعد الماطري في كمين مسلح نصبه مجهولين لسيارة في محافظة شبوة أثناء توجهه إلى محافظة مارب. الربية الذي دائما يتجه إلى مارب من أجل دعم المحافظة الضالع أصبحت هذه الطريق لعشرات المرات يتجه فيها من الضالع إلى مارب ليعطي هذه المنطقة بالذخائر، وهو همزة وصل بين قيادة مارب وأيضا الضالع. نعم محمد، هل توافرت لديكم اي معلومات حول ما تقول انهم استهدفوا نعم. العقيد ومرافقيه في اطلاق نيران كثيفه على السياره عقب خروج العقيد من مدينه عتق عاصمه محافظه شبوه، مما ادى الى استشهاده ومقتل واستشهاد الاخرين، وقد نجا بعض الافراد نجوا من هذا نعم. اطلاق النار اللي تعرضوا له نعم. بعد خروج محمد. هل وصلتكم اي نعم محمد، هل وصلتكم اي معلومات من يقف وراء هذه العمليه؟ لم اسمعك. يعني إذا كان لديك أي معلومات أو وصلتكم معلومات بخصوص من يقف وراء هذه العملية التي أفضت إلى مقتل العقيد الربية ومرافقيه؟ تواصلنا مع قيادات في المقاومة وأيضا أفراد من أسرة العقيد، ما زالوا في الطريق في الذهاب إلى مكان الحادث، ما زال شهود أعيان من المنطقة، هناك ضربات وطلقات نار على السيارة، وأيضا ما زال هناك أفراد أحياء كانوا في السيارة لم نستطع التواصل معهم، فما زالت الأمور غامضة وما زال العقيد إلى هذه اللحظة في مكان الحادث. أشكرك مراسلنا في محافظة الضالع محمد المريسي. اتهم الناطق باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبد الله الشندقي ميليشيا الحوثي والمخلوع بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية نهم. وقال الشندقي إن الميليشيا قصفت أيضا جبل الهدياني في خرق واضح للهدنة، وأضاف أن المقاومة والجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الحوثيين. ومعنا من صنعاء الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الشندقي. سيد عبد الله، أهلا بك معنا. بداية صف لنا الساعة الأولى لبدء سريان الهدنة في جبهة نهم وفي محافظة صنعاء بشكل عام. مرحبا أخي العزيز. طبعا كان في الساعات الأولى منذ يعني يومنا هذا 11 بدأ الحوثيون بإطلاق الصواريخ الكاتوشة والمدفعية والأعيرة النارية، واستمر هذا لساعات حتى بداية ساعات الفجر الأولى قامت ميليشيات الحوثي وصالح بالهجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية نهم، وأرادوا أن يعني يتقدموا في المواقع، فقام أبطال الجيش والمقاومة القوات الشرعية في مناطق جبال نهم بالدفاع عن المواقع التي يعني هجم عليها الميليشيات. نعم. يعني طردت هذه الميليشيات وكان من الخسائر يعني 4 قتلى وعدد من الجرحى، وتم مطاردة هذه الميليشيات والسيطرة على جبل القناصين، وسيكون يعني رد المقاومة والجيش الوطني موجع إذا ما تمادت هذه الميليشيات نعم. مرة أخرى في هجومها نعم. طبعا نحن التزمنا بوقف إطلاق النار من بداية يعني الساعة 11:59 وذلك إذن توجيهات القيادة السياسية. طبعا استمر قصف الميليشيات لأكثر من يعني 4 ساعات إلى 5 ساعات ونحن لم نرد بشيء،
ما جاء ردنا الا بعد الهجوم الذي وصلت هذه الميليشيات الى السباب التي يسيطر عليها الجيش والمقاومه. نعم طبعا نحن يعني نحن طبعا هذا الكلام بحضور المراقبين الاعلاميين من القنوات اليمنيه والعربيه والدوليه. كذلك في منطقه صرواح يعني كانت هذه الميليشيات ايضا قامت باختراق الهدنه وارسال ايضا صواريخ الكاتوشا الى داخل المجمع وداخل الاحياء السكنيه في منطقه مأرب. كل هذا وهم يدعون انهم يعني ملتزمون. طيب سيد شندقي هل نعم سيد شندقي هل تقومون بتوثيق هذه الخروقات ورفعها للجنه المراقبه؟ نعم هذه الخروقات موثقه ومصوره ويعني لدينا الادله الكافيه على ان هذه الميليشيات هي التي اخترقت او هي التي خرقت الهدنه وقامت بالقصف ومن ثم المهاجمه. نعم نحن يعني لم نتعدى ولم يعني يكون نعم. من طرفنا كقوات شرعيه اي خرق لهذه الهدنه، انما جاء ذلك رده فعل لما كان يعني ذكرت لك من هجوم نعم. الميليشيات وقصفها. هل لا زالت هذه الخروقات قائمه حتى اللحظه وهل هناك اشتباكات في الاثناء؟ الى هذه اللحظه وصواريخ الكاتوشا وايضا المدفعيه والاعيره الناريه تطلق من طرف الميليشيات الى هذه اللحظه منذ ليله امس منذ يعني بدايه سريان الهدنه، والميليشيات تقصف وتضرب الى هذه اللحظات التي احدثك فيها. الناطق باسم مقاومه صنعاء سيد عبد الله الشندقي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا على مواقع قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن منظومة التحالف اعترضت صاروخا باليستيا من طراز توشكا وفجرته في سماء محافظة مأرب. إلى ذلك صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما للميليشيا في جبل هيلان وتقدمت في عدد من المواقع. قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي إن العمليات العسكرية دمرت قرابة 95% من الصواريخ الباليستية للميليشيا. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن اليافعي قوله إن قوات الجيش الوطني تمكنت من نزع 23,000 لغم زرعتها الميليشيا في المنطقة الرابعة فقط من أصل 100,000 لغم تمت زراعتها في المنطقة. وأشار اليافعي إلى انضمام 10,000 مقاتل من المقاومة الشعبية للجيش الوطني وأن عدد أفراد المقاومة في محافظات أبين والضالع ولحج يقدر بنحو 35,000 شخص. الآن شباب المقاومة اللي كان لهم السبق بالتدريب مش بالقتال يحتلوا مكانهم وهم يروحوا يتدرب. قال المدير العام لمديرية أحور بمحافظة أبين يسلم شبيع إن رجال القبائل يحاصرون عصابة مسلحة يتزعمها شخص يدعى علي بن عقيل على خلفية قيامها بقتل وإصابة 26 جنديا الجمعة الماضية. وأوضح يسلم في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية أن رجال القبائل وقوات من الجيش والأمن سيطروا على نقاط التفتيش التي كان أفراد العصابة قد نصبوها في مثلث المحفد شرق مدينة أحور بعد اشتباكات مسلحة. وأشار إلى أن أفراد العصابة لجأوا إلى منازل المواطنين في قبيلة الحاق للاحتماء بها، لافتا إلى أن رجال البدو عثروا على 4 جنود كانوا مختطفين من قبل العصابة. قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة ملتزمة بالهدنة ووجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة في الجبهات بضبط النفس ووقف إطلاق النار. وأضاف بن دغر لدى لقائه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في الرياض: نريد سلاما دائما يحقق آمال كل اليمنيين ونحتاج إلى صدق النوايا من قبل الطرف الآخر. من جانبه جدد المبعوث الأممي تأكيده موقف المجتمع الدولي المساند لليمن من أجل إحلال السلام الدائم والشامل. وقال ولد الشيخ إن أي حديث مستقبلي بين الأطراف سيكون تحت مظلة القرار الأممي 22/16. وفي السياق ذاته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن شروط الهدنة تتضمن التزامات بوصول مساعدات إغاثة دون أي معوقات. وأضاف ولد الشيخ أحمد أن التقدم المحرز يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء بلد عانى كثيرا من العنف، مشيرا إلى أن أي نتيجة إيجابية ستتطلب تنازلات صعبة من كل الأطراف وشجاعة وتصميما على التوصل للاتفاق.
وأشار إلى أن محادثات الكويت ستركز على مجالات رئيسية وهي انسحاب الميليشيا والجماعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة ووضع ترتيبات أمنية مؤقتة وإصلاح مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل وتشكيل لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين. النتائج التي نطمح إليها برغم أننا نحن نحتسب أن الجولة الماضية التي حصلت في سويسرا. قال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري إنه تم الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى 6 محافظات يمنية خلال الهدنة. وأضاف عسيري في تصريحات صحفية أن الحكومة اليمنية ستمضي في مباحثات الكويت مهما كانت الظروف، وقال إن التحالف يحتفظ بحق الرد في حال خرقت الميليشيا الهدنة. التحالف جاء باستجابة من الدول العربية والإسلامية والخليج. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن توجيهات رئاسية صدرت لرئاسة هيئة الأركان والقادة العسكريين في الجيش الوطني بوقف إطلاق النار في الموعد المحدد مع إعلان بدء الهدنة. وقال المخلافي إن الحكومة وقعت اتفاقية فرعية مع الحوثيين في مدينة ظهران جنوب السعودية على قبول التحالف العربي والسعودية راعين للتهدئة. وأضاف أن السعودية ستستضيف لجنة للتهدئة وتنسيق مشتركة، مشيرا إلى تشكيل لجان تهدئة مشتركة في كل المحافظات اليمنية إضافة إلى لجان للمراقبة. بقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. منتسبو تلفزيون وإذاعة عدن يتظاهرون للمطالبة بإعادة البث في العاصمة المؤقتة. خرق للهدنة في ساعاتها الأولى، استشهاد مدني في تعز وقصف يطال الأحياء السكنية. مقتل قائد المقاومة في محور دمت مريس بكمين مسلح في محافظة شبوة. المخلافي يكشف عن توقيع اتفاقات مع الحوثيين على قبول التحالف والرياض راعين للتهدئة. من جديد أهلا بكم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل 900 طفل خلال النزاع المسلح في اليمن، وأضافت المنظمة العالمية أن الأمم المتحدة وثقت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا في نسبة الانتهاكات التي طالت الأطفال من قبل أطراف النزاع، وتابعت أن نسبة الأطفال المجندين في القتال ارتفعت 5 مرات ليصل العدد إلى 848 حالة، كما بلغت الهجمات على المدارس والمستشفيات 115 هجمة. طالب منتسبو تلفزيون وإذاعة عدن بإعادة بث الإذاعة وبث القناة من مقرها في عدن بدلا عن الرياض. وناشد المنتسبون في وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالتواهي، ناشدوا الرئاسة والسلطة المحلية بسرعة تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم. قالت مصادر طبية في مستشفى صلاح الدين غربية مدينة عدن إن 4 أشخاص توفوا جراء انتشار حمى الضنك، فيما وصل عدد المصابين إلى العشرات. وأضافت المصادر أن المستشفى الوحيد في المنطقة يفتقر إلى الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة المرض. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. وباء حمى الضنك يجتاح مدينة صلاح الدين في الضواحي الغربية لمحافظة عدن، وعدد الوفيات يرتفع إلى 4 حالات في أقل من أسبوع. قبل الدخول إلى المدينة التي أنشئت منتصف القرن العشرين لمنتسبي الجيش، يواجهك المستشفى العسكري وهو الوحيد في المنطقة معطلا من خدماته، مفرغا من أبسط المستلزمات الطبية
ومن أغلب طواقمه. لا توجد جهة هناك معنية تلبي طلباتنا، ولا باب إلا ونحن قرعناه، ولا إذن له سمعتنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وبعد أن كان مستشفى رائدا، يعجز الآن عن استيعاب الحالات المزدحمة في هذه العيادة الملحقة به في وسط المدينة الصغيرة. الحالات المشتبه بإصابتها تفوق 50 هنا، عوضا عن حالات لجأت إلى المستشفيات الكبرى والخاصة البعيدة في وسط المحافظة. إذا بدأ يحس في آلام، صداع شديد، بدأ له حمى، آلام في الظهر، المراحل الأخيرة دي مراحل يعني تكون عنده نزيف، هذا طبعا لما يكون قد وصلت الصفائح الدموية نقصت كثير، وفي ذي الحالة لابد أنه يكون يعني يتمدد تمديد المستشفى، يعني ما نقدرش نحن نلحقه كعيادة خارجية إمكانياتها محدودة. تقريبا الآن من أيام الأزمة في الحرب الأخيرة لم تتجه وزارة الصحة إلى هذه العيادة. هذه العيادة تبنتها عيادة طوعية يعني من المغتربين في من أهالي المنطقة في السعودية. المياه العذبة الراكدة هي السبب الرئيسي لحمى الضنك حسب المعلومات الطبية. وفي منطقة صلاح الدين أدى انقطاع مشروع المياه إلى انتشار المياه المعبأة المكشوفة في المنازل. هذا سبب، ونحن دائما نقول للناس قطوا، ما تقدرش تقول الناس لا تخزنوا ماء والماء مقطوع. عوضا عن هذه البحيرة التي أحدثتها حفريات مشروع الطرقات في منطقة كغيرها من مناطق الضواحي خارجة عن عناية الدولة، ما زالت حالات حمى الضنك تتوافد إلى هذه العيادة الصغيرة في منطقة صلاح الدين في ظل عجزها عن استيعاب المزيد من الحالات وغياب إدارة الصحة عن القيام بدورها المطلوب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. كرم مكتب الصحة والسكان في محافظة أبين 3 مراكز صحية تقديرا لجهودها وخدماتها المتواصلة رغم صعوبة الظروف. وتعاني المراكز الصحية في المحافظة من وضع صحي متدهور جراء غياب الاهتمام الحكومي وانعدام المستلزمات الطبية والأدوية. مراسلنا لطفي إبراهيم والتفاصيل. بإمكانيات بسيطة ومتواضعة وبحضور عدد من مدراء العموم في المحافظة، دشن مكتب الصحة والسكان حفلا تكريمي لعدد من المراكز الصحية في مديرية زنجبار. جاء هذا التكريم اعترافا بالجهود والخدمات العظيمة التي تقدمها هذه المراكز لعدد كبير من المواطنين. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانيات في هذه المراكز الصحية ونقص كبير في الأدوية، إلا أنها تصر على تقديم خدماتها اليومية. كرمنا مستشفى زنجبار، كرمنا مركز الأمومة والطفولة في زنجبار، كرمنا الوحدة الصحية الشيخ عبد الله، كرمنا عاملة مثالية على مستوى المرافق الصحية في المديرية، كرمنا مشرف التحصين بالمديرية. الأطباء المكرمون عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي جاء اعترافا بمكانتهم العظيمة. أنا بهذا اليوم طبعا أشعر باحتزاز بالنسبة لي ولزملائي، لأني ليس أنا أعتبر نفسي كجزء يعني من الفريق اللي معي بهذا التكريم. حسينا بأن في يعني ناس لم تنسى دورنا الذي قمنا فيه به، وأنهم عززونا فيه به وقدموا لنا هذا التكريم الذي طبعا يعني رفع من معونيتنا. ويظل الوضع الصحي في أبين بحاجة ماسة إلى الكثير من الإمكانيات المادية والمعدات الطبية والكوادر التخصصية وزيادة عدد المراكز في عدد من المناطق التي تفتقر إلى الرعاية الصحية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خرق للهدنة في ساعاتها الأولى، استشهاد مدني في تعز، وقصف يطال الأحياء السكنية. مقتل قائد المقاومة في محور دمتم رئيس بكمين مسلح في محافظة شبوة. المخلافي يكشف عن توقيع اتفاقات مع الحوثيين على قبول التحالف والرياض راعين للتهدئة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.